إسراء من العراق سألت، وهذا السؤال يتكرر كثيرا بالذات في العراق فيما يتعلق بصلاة المرأة في مكان مكشوف، حتى إن بعضهم يضطر إلى تأخير الصلوات إذا ضاق عليه الوقت بسبب أن المرأة ما تجد مكانا مغطى تكشف تصلي فيه، سواء كان في بيت أو مسجد أو غير ذلك. فما حكم صلاة المرأة في مكان مكشوف؟ لا بأس بصلاة المرأة في مكان مكشوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. من خصائص هذه الأمة أن من أدركته الصلاة في أي مكان يصلي. فإذا أدركت المرأة الصلاة في مكان مكشوف، في السوق أو في غيره، فإنها تصلي والحمد لله. وإذا كان حولها رجال أجانب تصلي وهي متحجبة، لا مانع من هذا، وصلاتها صحيح. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر كسفر ومرض ونحو ذلك، أما تأخيره عن وقتها بغير عذر هذا لا يجوز. فالذهاب للسوق ليس عذرا، كان المرأة أن تصلي، تصلي في أي مكان، تستقبل القبلة وتصلي. فينبغي يعني أن ترفع المرأة المسلمة اهتمامها بهذه العبادة وهذه الشعيرة وهذا الركن الذي هو عمود دين الإسلام، يعني يجعل المسلم وتجعل المسلمة هذه العبادة أعظم اهتماماتها. الإنسان قبل أن يذهب أولا يخطط، يتوضأ. طيب كيف يصلي؟ لا بد أن أيضا يجيب عن هذا السؤال، كيف يصلي؟ تقول المرأة: أنا الآن سأذهب للسوق، إذا كيف أصلي مثلا صلاة المغرب؟ كيف أصلي صلاة العشاء؟ فلا بد من أن تخطط لذلك بأن تتهيأ، تتوضأ. إذا حان وقت الصلاة تصلي في أي مكان، تستقبل القبلة وتصلي. إذا كان حولها رجال أجانب تصلي وهي متحجبة، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.